بتأتي هذه الزيارة في مرحلة غاية في الصعوبة بتواجهها المنطقة العربية. نحن نواجه كثير من التحديات غير المسبوقة على الصعيد الأمني والاستراتيجي، وبالتالي ده بيعطي دلالات أهمية العلاقات المصرية السعودية، وأنه العلاقات المصرية السعودية يعني تطوراتها بتؤدي إلى قوة المشهد العربي وقدرته على التحرك بشكل أفضل وأقوى. بعتقد أن الزيارة دي الهدف منها مزيد من التنسيق إزاء القضايا الرئيسية التي تواجهها كل من مصر والسعودية والمنطقة ككل. نحن ندرك تماما طبيعة هذه المرحلة وطبيعة التحديات الموجودة في ظل خطر داهم ومستمر من بعض القوى الإقليمية على رأسها إيران وبعض الدول التي تسعى لاستهداف الأمن القومي العربي. مصر لديها موقف واضح إزاء الأمن القومي الخليجي بكلمة مسافة السكة التي يستخدمها الرئيس السيسي للتعبير عن أنه أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي التعامل معه بشكل حازم وواضح في الانحياز لاتجاه أي اعتداء قد يكون من أي أطراف إقليمية. بعتقد كمان أنه مصر والسعودية بيمروا بمراحل إصلاحية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وده بيعطي حالة من التناغم في عملية الإصلاح اللي بتحدث في كل من الدولتين. وإضافة لده بعتقد أنه التنسيق السياسي اللي تم خلال المرحلة اللي فاتت هو غير مسبوق في ظل مواجهة الدول الداعمة للإرهاب والحروب الدبلوماسية والسياسية التي تخوضها كل من الدولتين على المسرح السياسي الدولي. ويمكن مصر دائما يعني بتحفظ الجميل للسعودية على وقفتها في أكثر من مرحلة على مدار التاريخ المصري، كان من أبرزها فترة حرب أكتوبر وقطع البترول عن الغرب، مرورا مؤخرا بفترة عصرناها جميعا وهي فترة ما بعد ثورة 30 يونيو، والوقفة السعودية القوية دعما لمصر سياسيا، لأنه كان هناك بعض الأطراف اللي بتسعى لاستصدار عقوبات تجاه مصر في بعض المحافل الدولية. السعودية وقفت بشكل كبير وقوي مع مصر حماية لها ضد هذه الهجمات في هذا التوقيت. عينك على العالم.